الو السلام ومرحبا بكم. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم نحب نوريكم الطريقه نتاع تنظيف عندي الروجي هوني وعندي الميرلو النازلي والروجي اللي هو التريليا. فوالا دونك انا باش نوريكم الطريقه واش نعملكم صحيه المقلي يعمل 66 كيف. دونك ناخذ الكعبه نتاع الحوت نتاعنا ساعة الماتري اللي باش نحتاجوه. عندنا السكينه هوني وعندنا المقص. باش يقول لك قاعد تولي فينا كيفاش ننظفوا الحوت. ما يا اخي نعرفوش ننظفوا الحوت. اي فما برشا عباد سورتو الاولاد. فما اولاد ما تعرفش سبحان الله تعيش وحدها وما يعرفوش ينظفوا الحوت. دونك فرصه هذه باش نوريهم كيفاش. دونك ناخذ الكعبه نتاع التريليا ناخذ نقصوا الديل هكا نقصوا الاجنبي الكل. هلا نجيو هوني باش نحيو لها الكعبة. هذي كنت بديت فيها بطبيعة عنا صحة نحط نصح الكل. نحلو السبالة ما بارد حطيت السلطه المشويه نتاعي قاعده تتقلى قاعده شويه. هنا انا كنت بديت فيها الكعبه هذه نحيت لها القشره نتاعها. هنا نوريكم الكعبه الثانيه. ناخذو ديما كي باش نبدو نظفو الحوت نظفو بالظهر نتاع السكينه. فوالا كيف العادة بالمقص نقصو لي كوتي الكل. بون فما لي نحيلها الراس. انا من العشاق نتاع روس الحوت دونك انا ناكل اي راس نتاع حوت. نصور تيكيكا انا نموت نموت على روس الحوت دونك ما نحيهمش. دونك نجيو هوني بين الخراشف ونحيو هذيك نحيو الزايد نتاعها الكل هاكا نتنحى فاسيلمو. وديما نخدمو بالماء باش نوريكم كعبة نتاع ميرلو نتاع نازالي. نازالي الحاجة لافونتاج فيه اللي هو ما فيهوش شوك وما فيهوش قشرة برشا دونك ما يقلقناش في التنظيف. شوف نظيف ديجا ما فيهوش قشرة جملة وبنين بنين بنين كحوت ما نحكيلكمش قداش. دونك هذا بالنسبة للنازالي يعني ما يتعبكمش حتى طرف. والصغيرات زادا كيف كيف ما فيهوش شوك باش قلبو باش تخافو. دونك نحيولو كون خيزة ريتو الكحولية داخلانية الكل تاكل نحت لازمو يخرج أبيض.
Voilà. هذه بالنسبة للمازالي كمل الحطيت لكم هذيك ونرجع لكم للفطير. الو هذوما الكعبات الحوت نتاعنا بعد ما نضفناهم مبخانا توا كان باش نفوحوهم اونتخوطون حطيت الزيت يسخن باش نحط فيه الفخيت فوالا هذوما الحطيت نتاعنا نضفتهم أو باش نوريكم كيفاش نفوحوهم. هاي يا سيدك بالنسبة لي أنا للطريقة نتاعي في تفويض الحوت ناخدو كاردون باش ننقب بيه الكعبات نتاعي الكل. ناخدو كاس كاس ولا اللي عندك باش نحطهم هوني. دونك الحاجة الأساسية متاع الحوت التونسي اللي هي الكمون. فلفل أكحل والملح وين نحط له الخارص من توا. دونك ناخذ هذوما الكل ونحط لهم كيتا زيت باش الفحات الكل يدخلوا مع بعضهم. نكيتا منفى خاطر احنا باش نطيبوه في الزيت ونسيت تحط له الزيت. يس دونك نعملو هكا هلا بالنسبة للبوجي. الوغ بالنسبة للكريليا باش نحط مهرتين نتاع فيرينا نحط عليهم شوية ملح مش برشا باش نغطسهم في فيرينا. تريد تحب الفرينة بالبهيرة
Voilà. وبالنسبة للنزالي، النزالي نخليه هكاك، مش باش نحطوه في باش نقليه بالطريقة هذه هكا هاخدها كاملة، ونوريكم بعد ما تجيب البطاطا كيفاش. وتوا باش نعملو السلاطة المشوية نتاعنا. السلاطة المشوية هذه شحال عملت؟ 2 غرينات فلفل ثوم، ما عنديش، عندي كان البودر، عندي بصل، وعندي طماطم. بالنسبة للطماطم تخصوها على 2 هكا، سهلة حتى في التقشير. فوالا جي معاك، فوالا ما تكسرش الراس حتى تر. فوالا نكمل نقشر هذي الكل ونرحيه، بعد نرجع لكم بالنسبة للزيتيس اللي نحطهم في السلطة. الو، نفس الزيت اللي حطينا فيه البطاطا يسخن بالباهي بالباهي على الاخر، مهم ياسر انه يسخن. نبداو بالنزلي. تحبوا تخلطوها الفوطة ولا تحبوا تخليها هكا كاملة؟ أنا نحب نخليها كاملة. الو نسيت قلت لكم باش نوريكم كيفاش نفوح سلطه مشويه ونسيت. بالنسبه لسلطه مشويه باش نحط لها شويه ملح وزيت زيتونه ملح زيت زيتونه وشويه ملح، مش برشا. هذا هو الفيح بتاع سلطتنا اليوم. حتى تزيدو طن تنجمو تزيدوها طن. الوغ هذا هو الفطور نتاعنا حضر، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم التنظيف نتاع الحوت والبلا نتاع اليوم. بلا خفيف ما فيه حتى شيء، وفيت في وفي سافيسا. هذه السلطه مشويه نتاعنا اللي حاب يحط فوقها طن وزين هكا عبيت الزيتون. دونك هذا هو كانت الدبارة نتاع اليوم، يا ربي ان شاء الله عجبتكم. اللي عجبتوش الدبارة ما ينساش شيم وكومنتير، ويابوني ويابوني في الشين باش يوصلوا كل جديد. باي باي، وإلى اللقاء في دبارات جديدة. باي باي.